سنتورة. طيب، وهلأ بعد ما حكينا كل شي بدنا اياه، احكي لي بصراحة، مين يلي دقلك وقالك تجي لعنا؟ سانجانا. سانجانا؟ خير شوفي. ولا كلمة. ومن هداك اليوم سونالي تغيرت كتير، تغيرت معي للأبد. حاولت أني بعد عنها قد ما بقدر، بس كل مرة كانت الظروف تقيدني وتمنعني من هذا الشيء. رح أشرح لك كيف. لمين هالتليفون؟ ما بعرف لمين بيكون، بس هذا تليفوني أنا. طيب، آسف. هاي سونالي، سونالي، وقتها قررت روح على بيت سونالي وأعطيها التليفون. أبي شيك عميدة؟ ألو؟ أهلين أبي شيك، رامفير عم يحكي معك. هو بصراحة موبايل سونالي موجود معي هلأ، فإذا حكيت معه ياريت تخبرها إنه موبايلها موجود معي، وإذا بدها أنا بوصل لها، إلا ما تاكل هم أبداً. وباليوم الثاني إجت سونالي كتير معصبة و سونالي موبايلك كان موجود. خلصت احتفالك؟ شو بتقصدي؟ خلص اسكت بقى، لا تعمل حالك ابدا انك بريء، لاني بعرفك منيح قديشك انت سلال. انبسطت هلا؟ شوف اطلع شو عملت فيني بألاعيبك. ابي شيك حاليا تركني بشكل نهائي. تعرف يا ترى السبب؟ لانك رديت على موبايلي وفكرني اني معك، وفكرني اني عم خونه معك. سونالي أكيد صار في سوء تفاهم، أنا بحكي معه وبفهمه الموضوع. بكفي. أنت واحد فاشل، فاشل كتير كبير. الشباب يلي مثلك بيساعدوا البنات يلي عم يمروا بأزمة بس حتى يستغلوا ضعفهم. ولآخر مرة يا سيد رانفير ميتال، أنا ما حبيتك بكل حياتي، ومستحيل إني فكر حبك بالمستقبل. ومن يومها عرفت إنه سونالي كانت عم تستغلني بس حتى تنسى ألمها، وزلتني وهانتني وخلتني حس إني فاشل. هي دمرتني وكمان خلتني عيش بالفشل. مرحبا. إيه على شو عم تطلعوا؟ طيب قال لي شعمان أنكن فوق، شو عم يصير؟ قلولي شوفي. اسكتي هلأ وتطلعي لهنيك لعندن. من وقتها قررت أنساها، أخذت قرار طلع سونالي من حياتي، وقطعت وعد على حالي إني ما أشوف وشها مرة تانية، وكملت حياتي بهالطريقة، أو بالأحرى حاولت
إني ما فكر فيها بنوب. بس وقت شفتها حسيت بمشاعر غريبة كتير، حسيت بصدمة سومان، تفاجأت وحسيت إني صرت أكره الحب، حسيت إني بكرهها، بكرهها كتير. وبعد كل هاد جيتي أنتي وفتي على حياتي سومان، أنتي علمتيني معنى الحب الصحيح. وبعد ما قابلتك سألت حالي سؤال كتير مهم، كيف ممكن يكون في إنسانة تأثر فيني لهي الدرجة الكبيرة؟ وقتها اكتشفت إنه سعادتي رح تكون معك أنتي وبس سومان. سامحني لأني ما سمعتك، آسفة. أنا بعرف شغلة واحدة، إنه الواحد مستحيل يزعل من روحه أو يقدر يزعلها حتى، أو ما يقبل إنه يسمعها مثلا، صح؟ صحيح رامفير، قلتلي إنه سونالي اتصلت فيك، ليش بعثت لي رسالة لحتى أجي لهنيك؟ لحظة شوي، إمتى أنا بعثت لك رسالة؟ ما أنا كنت بعرف إنك كنتي تعبانة، فليش حتى أجيبك لهنيك؟ رامفير، الرسالة اللي إجتني مبعوثة من رقمك، وليش لروح لهنيك؟ وبعدين أصلاً الرسالة لسه موجودة. قلتي لي من رقمي؟ إيه؟ هذا الشيء بيعني إنه في حدا بعتها من رقمي بدون ما أنا أعرف، بس شلون قدر؟ وكيف أخذ الموبايل؟ ممكن تكون سانجانا؟ رامفير، مستحيل سانجانا تعمل. طيب إذا أنت مصرة أنها مو هي فأنا رح صدقك، ما منعرف مين اللي عزم سونالي لعنا لهون، بس هلأ ممنوع أنها تبقى عنا بالبيت ولا لحظة. انتهى النقاش. شو عم تعملوا هون يا جماعة؟ وطي صوتك، اسكت وتطلع لهني. ديفراج؟ عمي ديفراج. إمتى وصلت؟ لما شفتني. بابا الجو كتير حلو اليوم مع إنه كانت مغيمة. صحيح؟ الشمس قوية اليوم، أقوى من العادة، وإجيت لحتى أتشمس، مو هيك بابا؟ إي صحيح، في شيء حلو مختلف بأشعة الشمس بالصيف. إي أنا أجيت لهون لحتى لم الغسيلات يلي نشفوا. أنتارا يلا جيبي الثياب. أي يلا ماشي. وأنا هون مشان فيتامين دال. لازم تخجلوا على حالكم، في مراسم عم تصير والضيوف وصلوا وصاروا تحت، وفي شغل كتير، وانتوا قاعدين هون عم تطقوا حنك. انزلوا لتحت بسرعة وكملوا شغلكم. ديفراج أنا كنت عم بشتغل وهن صاروا يلهوني. خلص ولا يهمك. Ha 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 ha
أخيرا شفتك عم تضحكي. بدي إياكي دائما تكوني مبسوطة. سومان، انسي اللي صار بهالفترة، حاولي إنك تنسي كل شي صار معنا من قبل، ماشي؟ ومن هون ورايح ما حدا رح يقدر يفرقنا. أما من شان سونالي، أنا رح أقلع من البيت شو ما صار يصير. أنا بعرف شغلي معك. مثل شي ورد دبلاني ناطرتك أنا، وعم دور على حب تاني حتى شوف ال